ما كاينش فينا اللي مع الشاب مامي، وين قليل فينا اللي عارف علاش دخلوا للحبس. كيفاش القضيه ديال محاوله القتل كان متهم بها؟ واش القضيه كانت فيها مؤامره ولا فعلا دار داك الشيء؟ قررت محكمه الاستئناف في مدينه اكسون بروفانس امسي اعاده المغني الى السجن على ذمه التحقيق في قضيه فعلتها شابه فرنسيه. الشهره، السلطه والفلوس، يا اما كيخلوك انسان كدير الخير يا اما كدير الشر، وليني غالبا كيوصلك الغرور كيخليك تعض اليد اللي من لحمك وتعطيها بالظهر. امين راي الشاب مامي، ما كاينش فينا اللي ما كيتسنطش ليه. المغني اللي ضروري يكون طلق الموسيقى ديالو في اي دار مغربيه ولا عربيه كما كانت، وليني المصيبه اللي غادي يدير غادي يطيح القيمه ديالو عند الناس. شاب مامي ولا اسم حقيقي محمد خليفاتي، ما غاديش تدوز حياته مفرشه بالورد بسبب فقر، غادي تدوز حياته صعيبه شويه بحكم انه غادي تزاد تسع وسط خوتو. شاب مامي غادي يكون وسط غير في خوتو، غادي يقرا حتى المستوى الابتدائي وغادي يخرج بحالاتو انه كان مشاغب شويه، وغادي يكنوا عليه في الدرب اللي ساكن فيه لوموم، اللي من بعد غادي تحول هذا الاسم هذا الشاب مامي. ديك الوقيته فاش مامي خرج من المدرسه الاب ديالو شافو بقى غير جالس في الدار، قال هذا اجي نصيفطو يتعلم شي حرفه، ويصيفطو عند واحد السدور كيتعلم عنده. مامي هذيك شاشة الصوت عنده ملي كانت مو كتمشي للعراسات، كان هو كيهرب من الخدمه وكيمشي عندها تما، كان ديما كيقصد الجوغ وكيخطف لهم الميكرو وبدا كيغني. تما الناس بداو كيمدحوا، كلشي كيقول لي الصوت عندك زوين. فهاد الوقيته هو خدام في حانوت، غادي يجي عنده واحد السي ويقول لي شبان لك لبعتي من التماره وبليتي كتدخل الفلوس. مامي سمع الفلوس ويقول لي شنو هي الخدمه هذه، ويقول لي غادي تولي تغني في الكباريات. مامي ما كانش عنده مشكل، المهم هو يهرب من التماره ويمشي معاه. واخا هو مازال كان صغير يعني صعيب يدخلوا هذوك البلايص، الا انه كان الصوت ديالو زوين ومطلوب، ولا من بواط بواط ولا كيدور على الكباريات ديال الجزائر كامله. وفي سنه 1981 غادي يكون واحد البرنامج ديال الالحان والشباب، وغادي يمشي يتقيد فيه مامي، غادي يقبلوه وبدات المنافسه. وفي ذاك البرنامج كانوا فيه 500 مشارك، وغادي يقبلوا منهم 10 هما اللي غادي يطلعوا للمسرح يعني الفينال. تقبل منه مامي لان الصوت ديالو كان زوين، وغادي يغني هذه الاغنيه ديال المسرح. من فضل صحابي وغادي يفوز بالمرتبه الثانيه. وفي ذاك النهار كان في ذاك المسرح واحد المنتج سميتو ديسكو ماغريب، غادي يسمع الصويت ديالو وغادي يسيني معاه ويسجل لي اول البوم اللي غتباع منه 5000 نسخه. في ذاك الوقيته كان راي شويه كتحاربوا الدوله، يعني اي منتج كيسجل بحال هذا النوع كتصدر ليه الدوله الاشرطه اللي عنده. داكشي علاش مامي ما غاديش يستافد ماديا وغادي يبقى مازال عايش في الظلام. وفي 1985 الجزائر كانت فيها واحد الروين، ولات فيها الحروب الاهليه، ولو الشباب كيميلوا التطرف، ونضت الحكومه باش ترضع التطرف بدات كتنظم المسهرات والحفلات، لان الراي كان ديك الساعه روينه وسط الشباب. وغادي تنظم اول فيستيفال ديال الراي، وغادي يشارك فيه الشاب مامي اللي غادي تكون هذيك هي الانطلاقه ديالو. ملي تحركت عنده القضيه من تما غادي تخرج للفيزا وغادي يمشي يعيش في فرنسا، وغادي يلقى الكواس ديالو مديرين خبله تمايا، كلشي كيتصنت ليه. دوز عامين في فرنسا وهي تعيط للجزائر قالت لي ضروري خاصك تدخل لان عندك تجنيد اجباري. غير هو مدوش بحال اي واحد، كان فقط منشط حفلات، يعني كان كيدور في كاع قشالي ديال الجزائر كان كيغني فيهم. وغادي يتعرف على كابرانات صحاح اللي غادي يطاكيو عليه من بعد في المصيبه اللي غادي يدير. غادي تسالي لمده التجنيد الاجباري وغادي يرجع لفرنسا لانه وصلوا شي تهديدات مع الجماعه الاسلاميه اللي كانوا قتلوا الشاب حسني. وفي ديك الوقيته اللي هو في فرنسا غادي يتعرف على واحد الشابه مغربيه سميتها اكرام، غادي يتزوج هو وياها، غادي يدوزوا واحد المده وغادي يولدوا واحد البنيه. لشي ظروف وشي صداعات ما غاديش يطولوا مع بعضياتهم وغادي يطلق. في سنه 2000 فاش الحكم شدوا بوتفليق غادي يعيط على مامي شخصيا باش يحيي لي واحد الحفل اللي كان في الجزائر اللي غيحضر لي 100000 واحد. وتما غادي يتلاقى مع واحد الصحفيه الفرنسيه اللي سميتها كاميل ايزابيل سيمو. الصحفيه عجبات مامي، غادي يخرج معاها وغادي طرا لي واحد العلاقه غير شرعيه بينه وبينها. صافي تقطعت الصله بينه وبين مامي ان ما كانتش عارفه راسها حامل. واحد النهار السيده بدات كتشوف في راسها بداو كيبانوا فيها العلامات ديال الحمل، مشات عند الطبيب دار التيست لقات راسها حامل. هنا غادي تتصل شاب مامي، حيطت لي قالت لي اش كاين، ويقول لها ضروري خاصك تطيح. مامي ما بغاش ديك الدرب، هي ما بغاتش، عرض عليها الفلوس والو. المناجر ديال مامي ويطيح عليها واحد الفكره غبيه، قال لمامي شوف غتعيط لها وغتقول لها جي الجزائر غدير واحد ريبورتاج معاه، هي ملي غتجي هنايا حنا غنشدوها غنخطفوها، وديك الساعه بالزمن غنطيحوا لها الاول. داكشي اللي دار مامي، عيط لها جات الجزائر، جلست في واحد كابانو، جا عند المناجر دخل عنده جاب لها واحد العصير غير شربته، بدا كيجي الناس ويترخى، بحال شويه بدات كتحس شي وحدين كيدخلوا عندها للدار، هما يهزوا داو واحد الفيلا ديال مامي في وهران، تما بنجو بداو كيضربوا فيها الكرش باش يطيح لها الدرب، لان الكورتاج على شهرين صعيب شويه، داكشي علاش بقاو يضربوا لها في كرشه باش تنزف من الدم ويطيح الدري. هما يخرجوا ديك الفرمليات عند مامي قالوا لي صافي قضيه قادات الدري مات ليها. الصحفيه ملي ناضت من البنج ناضت مخلوع ناضت بدمه وهربت للبان قالوا اللي كانت فيه، جمعت حوايجها ومشات لفرنسا لانها كانت عارفه الا مشات عند البوليس ديال الجزائر ما غادي تصور منه والو، لان كاع الكابرانات كيعرفوا والمخزن السلطه كلشي في يد. ملي وصلت لفرنسا مشات عند واحد الطبيبه تما لقات راسها باقي حامله، من تما مشات عند واحد المحاميه استشرت معاه. جاوبت المحاميه قالت لي شوف غادي تعيط لمامي غادي دير راسك انك باغي تفاهمي معاه وغادي تسجل كاع ديك الهضره
راك كيقول. داكشي اللي وقع، عيطات لي الصحفيه قالت لي ودي راني باقي حامله، وداكشي اللي درتي ليا راه ما نسمحش لك. كلا ما يمكنش. وتما مامي غادي يبدا يخرج من الروندا ديالو. وهنا فغادي تصيد جمعات الصحفيه دوك الدلائل وداتهم بوليس ودارت به الشكايه. بوليس ديال فرنسا دار مامي مبحوث عليه دولي، يعني الانتربول غيدخل على الخط، ولو كيمشي عند الجزائر ما كيصوروا ما عنده والو، لان خونا في يدو كلشي. تما بوتفليقه راه صعيب. واحد النهار كان ضروري على مامي خاصو يمشي لفرنسا، ركب في الطياره يلا نزار في المطار ديال فرنسا وما يقرقبوا عليه البولي. ما يبقاش 7 شهور ديال التحقيق، من بعد غادي يخرج بكفاله وغيشدوا ليه كاع الباسبورات اللي عنده. من الصدفه كان باقي حصل عنده واحد الباسبور جزائري قديم، اتصل بشي وحده غيهربوا من فرنسا حتى لاسبانيا، ومن اسبانيا غادي يشد بابور من تما ديريكت لوهران. دوز عامين في الجزائر وتما غادي يعاود يتزوج وغادي يولد عاوتاني. ما علينا، من بعد ما بقى مخبي في الجزائر استشر مع شي محامين بخصوص القضيه ديالو في فرنسا، وقالوا لي غير جي غير تخرج براءه. وهنا كان الغلط ديالو، ومن مشى تما شدو حكموا عليه بخمسة سنين، والمناجر ديالو تحكم عليه بست سنين، وطلب استئناف حيت قال لهم كان داكشي مؤامره ليه من طرف المناجر ديالو، وهو ما دار والو، حكموا عليه بعامين وخرج بحالاته. الحمد لله هني خرجت اليوم فوالا، والواحد سي لو باسي سي دو باسي، اللي تقدرت كما نقولوا حنا هذه سنة الله في خلقه. وفي ديك الوقيته اللي كان كيتحاكم فيها غيخرجوا ثلاثه الفتيات الجزائريات وقالوا باللي وقع لهم نفس المشكل اللي وقع ديك الصحفيه، ومن عند نفس الشخص اللي هو مامي، ودار لهم نفس القضيه اللي دار الصحفيه، حتى هو شد مصحه وطيح لهم الدرع. وملي مشاو عند السلطات الجزائريه ما صوروا ما عنده والو. وهنا كتسالي الحكايه ديالها، ان شاء الله في راسكم الخوت.